افتتح محافظ شرقية ممدوح غراب نادي العائلات بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق بتكلفة 2 مليون جنيه. وأقيم نادي العائلات على مساحة 5400 متر مربع، ويضم متنزهات وحدائق وملعبا خماسيا على مساحة 1200 متر مربع. كما يضم النادي منطقة ترفيهية ومنطقة ألعاب للأطفال. وأوضح محافظ الشرقية أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية بالمحافظة. قررنا أن أي قطعة أرض تخص المحافظة عليها أي حاجة تم إزالتها تتحول فورا لمشروع ترفيهي لأهلنا أو متنفس، زي ما حضرتك شايف هنا القناطر 9، زي ما حضرتك شايف الكورنيش اللي احنا عملناه، زي حضرتك لو رحت دلوقتي كفر الزقازيق البحري هتلاقي هناك عملنا برضو مشروع كويس هناك. ودلوقتي الجاري المشروع في أكتر من مكان، في عند نفق أبو الريش، عند السجن العمومي هناك بنعمل برضو مشروع كويس، بحيث إن احنا يبقى عندنا أماكن أهالينا يقدروا ينزلوا يقعدوا فيها وينبسطوا يعني.